بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثانية إخواني إخواتي من سلسلة حلقات سورة الكهف وأحداث آخر الزمان. فبينت بحمد الله عز وجل في الحلقة الأولى كيف أن الله عز وجل في سورة الكهف في القرآن الكريم يخبرنا بأحداث آخر الزمان، وكيف أن هناك أيضا ترتيب زمني من بداية السورة لهذه الأحداث كيف ستحدث. ولاحظنا أنه كل اللي ذكره الله عز وجل في بداية سورة الكهف واللي ذكرناه في الحلقة الأولى يحدث الآن بالضبط وبالترتيب الزمني. الآن الحلقة الثانية بعنوان الفتن والشيطان في آخر الزمان، وهي تفكر في تقريبا الآيات في منتصف سورة الكهف. ففقط تذكير بشيء واحد ذكرناه في الحلقة الأولى، بأنه لماذا الله عز وجل يخبرنا بأحداث آخر الزمان في سورة الكهف؟ قلنا بأنه من حكمة الله في ذلك ثلاث أمور. أول شيء تصديق الذي بين يديه، يعني عندما يخبرك هذا الكتاب بأحداث آخر الزمان وتراها تحدث أمام عينيك بالضبط، إذن هذا يثبت بأن هذا الكتاب هو عند المولى عز وجل، إنه الوحيد القادر على إخبارك بأخبار آخر الزمان وبترتيب الزمن هو الله عز وجل. إذن تصديق. ثانيا استعداد. ما معنى استعداد؟ من رحمة الله عز وجل عليك إنه عندما يخبرك بأحداث آخر الزمان أنت تكون نوعا ما مستعد لها، تعرف تتصرف أفضل. أما عندما يباغتك شيء تصرفك يكون فيه نوع من الهلع والخطأ. الحكمة الثالثة وهي النجاة. ما معنى النجاة؟ يعني أن الله عجل ليس فقط يخبرك بأحداث آخر الزمان، ولكن كيف تنجو منها، يعني كيف الحل، كيف النجاة من هذه الفتن وهذه الأمور، فكلها رحمة إن شاء الله. الآن نأتي إلى الحلقة الثانية الفتن والشيطان في آخر الزمان، ونبدأ من الآية رقم 32 من سورة الكهف. فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إذن هذه الآيات من آية رقم 32 إلى 44 يضرب الله لنا مثلا. ما هو المثل الذي هذا الذي يذكر الله عز وجل؟ إنسان الله عز وجل رزقه بجنتين، يعني بنعم وفيرة، فيخبرنا الله عز وجل كيف تصرف هذا الإنسان مع هذه النعم. وإذا ممكن أن نستنتج كما بينكم على الشاشة بأن هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل عن حدث آخر من أحداث آخر الزمان، وهي السمة الغالبة لكيفية تعامل البشر في آخر الزمان مع نعم الله عز وجل عليهم. يعني هنا الله عز وجل يخبرنا بشيء مهم جدا، وهي السمة الغالبة لكيفية تصرف البشر في زماننا هذا وهو آخر الزمان مع نعم الله عز وجل عليهم من مال، من أولاد، من وسامة، من يعني من كل النعم. فإذا تفكرنا في الآية الكريمة والمثال الذي يضربه الله عز وجل لنا بأن هذا الرجل كيف تعامل مع نعمة الله عز وجل عليه في إعطائه الجنان والمال وكل هذه الأمور التي تسعد الإنسان، شيئين رئيسيين، يعني تصرفه كان له سمتين رئيسيتين. أول سمة هي التكبر، وهذا الدليل يعني نجده في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. التكبر، الكبر. إذن ستكون السمة الغالبة للناس في آخر الزمان في زماننا هذا عندما يعطيهم الله عجل مال أو وسامة أو أولاد، التكبر على الآخرين، الكبر. السمة الثانية نستنتجها من قوله تعالى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. إذن هنا الكفر بيوم القيامة، يعني السمة الثانية أن الإنسان عندما يعطيه الله عجل نعمة، نعم كبيرة في آخر الزمان، سيكفر بأن هناك معاد وهناك يوم قيامة. فإذا
هذا يعني شيء يعني يجب أن ننتبه له ونلاحظ في زماننا هذا. تلاحظ أنه انتشر هذا الموضوع في هذا الزمان، اللي عنده نعمة يكون متكبر على آخرين ويكون يتصرف وكأنه لا يؤمن بأن هناك يوم قيامة وهناك حساب على ما يفعل في هذه النعم. إذا ربطنا هذا إخواني إخواتي مع آية أخرى في القرآن الكريم، سورة الأنعام آية رقم 44، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله عظيم، هذا أيضا يرتبط مع هذا الموضوع، أنه الله عز وجل يخبرنا أنه عندما ينسى الإنسان هدى الله في القرآن الكريم، فلما نسوا ما ذكروا به هدى الله عز وجل عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني الله عز وجل يعطيهم نعم كثيرة حتى إذا فرحوا بما أوتوا. يعني ما معنى هنا الفرح؟ أصبح الإنسان متكبر، وليس الفرح اللي هو يعني إنسان يحمد الله على النعمة. هنا حتى إذا فرح بما أوتوا، يعني التكبر والكفر بيوم القيامة بأن هناك حساب على كيفية تصرف الإنسان بهذه النعمة. ماذا يعمل الله عجل؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله عجل يعني يزيل هذه النعمة بعدما الإنسان يكون أساء التصرف فيها في هذه النعمة. طبعا هذا يعني أيضا له علاقة مباشرة بمثال الرجل في سورة الكهف الذي الله أعطاه من الجنان ومن النعم الكثيرة. إذن إخواني إخواتي، هذه الصورة يعني معبرة عن ما أحاول أن أقوله هنا، بأن الله عز وجل في آخر الزمان يعطي الناس نعم، طبعا في كل الأزمنة، ولكن في آخر الزمان هناك استفحال لهذا الأمر، يعني زيادة كبيرة على كل الأرض، بأن هناك نعم كثيرة يعطيها الله عز وجل للإنسان. الآن السمة الغالبة تصرف الناس في آخر الزمان بهذه النعم التكبر على الآخرين، الكبر، وأيضا الكفر بيوم القيامة بأن هناك معاد وهناك حساب على كيفية التصرف بهذه النعمة. الآن السؤال المهم إخواني إخواتي، لماذا يخبرنا الله عز وجل بالسمة الغالبة لكيفية يعني تعامل الناس مع نعمه في آخر الزمان؟ قلنا أولا تصديق، وهذا يعني نلاحظه في غالبية البشر الآن كيفية تعاملهم مع النعمة. ثانيا استعداد، سأنه ستجد هذا الأمر. ثالثا نجاة. إذن الله عز وجل يريد أن يعني ينبهك لهذا الأمر لتنجو من هذه الفتنة الكبيرة، الفتن في النعم. فالسؤال الذي هنا يعني مهم جدا، ما أهمية أن الإنسان لا يؤمن بيوم القيامة؟ هنا يعني تأتي هذه النقطة، أنه يعني لماذا الله جل يحذرك من أنه إذا أعطاك نعمة لا تكفر بيوم القيامة؟ ما هي أهمية هذه النقطة؟ لأنه لو تفكرنا فيها، لو كل البشر لم يؤمنوا بيوم القيامة، هل هذا يضر الله شيئا؟ أبدا. إذن لماذا هذا الموضوع؟ الجواب جدا جميل، له تطبيق عملي في حياتك. عندما الإنسان لا يؤمن بأن هناك يوم قيامة، ما معنى يوم قيامة؟ يعني هناك حساب، ثواب وعقاب. عندما لا يؤمن بذلك فإنه سيسيء استخدام النعمة، سيسيء استخدام النعمة. يعني مثلا إنسان الله أعطاه مال كثير، لو أنه يؤمن بأن هناك يوم قيامة سيستخدم المال هذا للسعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا أهم شيء، لمساعدة المساكين الفقراء، عمل الخير، يستخدمه في الوجوه التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وأهم شيء هو السعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا أهم شيء. أما عندما الإنسان لا يؤمن بأن هناك حساب على هذا المال، سيستخدمه مثلا في عمل بنوك ربوية، في عمل أمور لا ترضى الله عز وجل، عمل منشآت يعني فيها أمور من المعصيات ما يغضب الله عز وجل، يعني سيعمل أمور تفسد البشرية، تفسد الربا، يفسد البشرية، المعاصي تفسد البشرية. فتلاحظوا عندما الإنسان لا يؤمن بأن هناك محاسبة فسيعمل أي شيء في هذه النعمة ويسيء استخدامها. مثال آخر، الله عز وجل مثلا أعطى إنسان وسامة، إنسان جميل المظهر وفي وسامة في الوجه، سواء رجل أو امرأة. لأن إذا الإنسان لا يؤمن بأن هناك محاسبة سيستخدم هذه الوسامة فيما يغضب الله عز وجل. كيف؟ عن طريق عمل الأغاني الخليعة، عن طريق التعري، عن طريق يعني كل هذه الأمور يستخدم هذه النعمة يسيء استخدامها. أما إذا الإنسان يعرف أنه هذه النعمة الله عز وجل أنعم عليه بهذا المظهر سيستخدمه لإعلاء كلمة الله عز وجل، الإنسان يسأل طيب
كيف إنسان يستخدم المظهر الوسامي لإعلاء كلمة الله عز وجل؟ واضح جدا. عندما أنت تدعو إلى الله عز وجل ويكون المظهر في وسامة، هذا يزيد استقبال الإنسان لهذا الكلام. والدليل على ذلك أنه كل الأنبياء والمرسلين، كل الرسل والأنبياء كانوا وسام على وساء قدر كبير من الوسامة، كلهم، محمد عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه السلام، كل الأنبياء والرسل، لأنه الشكل المظهر في وسامة يزيد استقبال ويرقق القلب لاستقبال هذا الكلام. إذا نلاحظ إخواني إخواتي، أنه نلخص الكلام، في آخر الزمان سيصبح هناك إغضاق في النعم، وهذا ما نلاحظه. الأموال للناس الآن، لدى الناس أموال رهيبة، يعني الأرقام إذا تفكرنا فيها، الذي مع الناس، مع يعني بعض الناس، وعلى انتشار الأرض أرقام رهيبة جدا. في الماضي لم تكن هذه الأرقام بمئات البلايين وألاف البلايين، ليس لهذا الرقم. فسيسيء الناس استخدام هذه النعمة في التكبر وفي عدم الإيمان بعدم المحاسبة، وهذا ما نجده الآن. الآن لنرى كيف الله عز وجل يعطينا النجاة من الفتن في النعم. نقول إذا أكملنا الآيات في سورة الكهف، لاحظوا إخواني الترتيب الزمني في الآيات من 45 إلى 49، فيه يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهنا إذا تفكرنا في هذه الآيات، ولاحظوا إخواني إخواتي الأسلوب تفكر، أسلوب سهل جدا مباشر تفكر، لا توجد ألغاز ولا طلاسم. ففي هذه الآيات الله عز وجل يخبرنا عن كيفية النجاة من الفتن في النعم. كيف؟ هذه الصورة أيضا معبرة إن شاء الله، بأن الله عز وجل يقول: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء، ماء ينزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض. تلاحظ الصورة على اليمين، يعني نعمة وازدهار، وتكون النعمة في يدك، فأصبح هشيما تذروه الرياح، نهاية النعمة سيزيلها الله عز وجل عنك، فأصبح هشيما تذروه الرياح، سواء بوفاتك سواء في قبل وفاتك، يعني فأصبح هشيما تذروه الرياح. تلاحظ الصورة على اليسار، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا النجاة، هذه طريقة النجاة من الفتن في النعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، هنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما معنى ذلك الباقيات الصالحات؟ يعني أنت عندما الله عز وجل يعطيك نعمة، ما الذي يبقى من النعمة؟ لأن في المثال الله عز وجل يقول: فأصبح هشيما تذروه الرياح، ستذهب النعمة، ما الذي يبقى؟ كيف تصرفت في هذه النعمة مرة أخرى؟ الذي يبقى هو كيف تصرفك في هذه النعمة، لأن النعمة ستذهب عنك سواء بوفاتك أو قبل وفاتك، يزيلها الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. والباقيات الصالحات، يعني الذي يبقى من النعمة كيف تصرفك فيها، استخدمتها لإعلاء كلمة الله عز وجل، استخدمتها لمساعدة الفقراء والمساكين، لرحمة المجتمع المسلم، لرحمة البشرية، كيف استخدمت النعمة، هذا الذي يبقى. فإذا النجاة من الفتن في النعم، أنه عندما الله عز وجل يعطيك نعمة وطبعا فيها فتنة، كيف تتصرف فيها؟ بأنه تستخدم هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل عليك لينقذك في الآخرة وفي هذه الدنيا أيضا. وأهم مصرف من مصارف النعم السعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا أول شيء. إذن فهمنا إخواني إخواتي كيف النجاة من الفتن في النعم والباقيات الصالحات. نكمل إن شاء الله. لاحظوا كل هذه الأحداث تحدث في زماننا هذا بشكل كبير، يعني إخواني إخواتي الفرق بين هذا الزمن والقبله، إنه كانت تحدث هذه الأمور قبل، ولكن الآن في انتشار كبير جدا لهذه الأمور، يعني عن نطاق واسع. في الآن نكمل في سورة الكهف الآيات من 50 إلى 53، فيه يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
في هذه الآيات الله عز وجل يخبرنا الآن عن موضوع في غاية الأهمية في آخر الزمان، يعني معلم رئيسي، آية كبيرة من آيات آخر الزمان، وهذا هو استفحال تأثير الشيطان على البشر في آخر الزمان. استفحال يعني زيادة كبيرة جدا في تأثير الشيطان على البشر في آخر الزمان. هذا موضوع في غاية الأهمية ومعلم رئيسي من معالم زماننا، هذا إنه الشيطان أثر على البشر بطريقة غير مسبوقة، يعني طريقة لم تحدث على البشرية من وقت آدم عليه السلام للآن. استفحال تأثير الشيطان على الإنسان في أمور ثلاث، وهي يذكرها الله عز وجل في سورة البقرة آية رقم 169، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن في من معلم رئيسي من معالم آخر الزمان استفحال تأثير الشيطان على الإنسان في أمور السوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء والفحشاء والقول على الله بما لا يعلم الإنسان. أريد إخواني إخواتي أن أوضح هذا الأمر أنه في غاية الأهمية. الآن أنا تحدثت في كثير من محاضراتي عن كيفية تأثير الشيطان على كل إنسان فينا. ملخص الكلام السريع بأنه الشيطان يتحدث عليك عن طريق الصوت مطابق صوت النفس. كل إنسان فينا له صوت نفس، هو صوت اللي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء، هو نفس الصوت اللي تتحدث فيه. يأتيك قرينة، كل إنسان عندنا قرين، يعني شيطان ملازم لك في هذه الحياة، يعمل صوته مطابق لصوت نفسك من حيث النبرة والسرعة واللغات اللي تعرفها، وتسمع أفكار تخطر لك في عقلك. تكون جالس تسمع أفكار تخطر لك في عقلك، هذه تكون من قرينك من شيطانك، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. والخناس معناه يتخفى منك. كيف يتخفى منك؟ عن طريق الصوت المطابق صوت النفس، يعني يوهمك بأنه فقط أنت صوتك تسمع هون، ولكن هو صوت شيطان بصوت مطابق صوت النفس. يخبرك بأمور فيها السوء، بأن تؤذي نفسك تؤذي غيرك، فيها فحشاء، تصورات بذيئة، والقول على الله بما لا يعلم الإنسان، الإساءة لله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. هذا التأثير استفحل زاد كثيرا بصورة كبيرة جدا في هذا الزمان. أعطيكم الأمثلة ترونها معكم على الشاشة إن شاء الله. كيف استفحل تأثير الشيطان على الإنسان في موضوع السوء؟ السوء مثلا من يعني أمثلة عليه وليس للحصر: الانتحار، التعذيب الذاتي، والجريمة. مثال: يأتي الشيطان الإنسان بصوت مطابق صوت النفس، يقول له، وكأنك تسمع هذه الأفكار في عقلك، تسمعها في عقلك بصوت مطابق صوت النفس، كأنك تفكر مع نفسك، يقول لك: ما الفائدة من هذه الحياة؟ لا يوجد شيء جميل فيها، يعني الأمور يعني ميؤوس منها، لماذا لا تنتحر؟ تستريح وترى شيء أفضل في الجهة الأخرى. يعطيك الفكرة، يقنعك فيها في عقلك. الآن الانتحار على مستوى الأرض يعني في زيادة رهيبة جدا جدا، مجتمعات مسلمين غير مسلمين. استفحال تأثير الشيطان على الإنسان في آخر الزمان. التعذيب الذاتي، self mutilation. كيف هذا؟ يأتي الإنسان يكون إنسان مضغوط نفسيا من الظروف وكذا، وطبعا أهم ظرف هو الشيطان الذي يضغطك نفسيا. يقول له يعني إذا جرحت نفسك تنفس عن نفسك، يعني هيك ترتاح قليلا. وظاهرة التعذيب الذاتي self mutilation بتشرح طريقة جدا كبيرة. الجريمة، يأتي للإنسان بصوت طاوسة النفس يقول له: انظر لذلك الغني، أنت تستحق وهو لا يستحق، يعني لو تسرقت منه يعني لا يوجد فيها شيء، يعني وضعك صعب، وهذا يعني أخذ أمواله بالنصب والرشوة وكذا، يعني فيقنع إخواني وأخواتي كل هذه الأمور كأنك تفكر مع نفسك، ولكن لأنك لا تعرف مصدر هذا الصوت الآخر تعتقد نفسك تحدثك بها لأنه صوت مطابق، تعتقد نفسك أنه أنا ذكي بفكر بهذه الطريقة. إذن إخواني وأخواتي نلاحظ انتشار الجريمة على مستوى الأرض بجرائم غير مسبوقة. هذا من أثر، ما هو سبب ذلك؟ استفحال تأثير الشيطان على الإنسان. مثلا الفحشاء، الزنا الآن انتشر بطريقة رهيبة جدا على كل الأرض، اللي يسموه بوي فريند جير فريند. طبعا الشيطان يعطيك مسميات في عقلك ليست مسميات صادمة. الزنا شيء صادم، بوي فريند جير فريند لاف لافينج، يعني المصطلحات التي تشعر كأنه في ليس فيها شيء، شيء كأنه نقي ولكن داخله في سم. فيأتي للشاب أو الشاب بصوت طابصة النفس يقول له: أنت شاب استمتع بحياتك،
اللي تفعله لا يضر حد أحد، يعني عندك جير فريند ماذا يضر شيء، يقنعك يقنعك، يعطيك بصفة الناصح وكأنه ينصحك. طبعا هو يعطيك شيء ملفوف بشكله كأنه سكر ولكن داخله سم. شرب الخمر، يأتي الإنسان بصوت متوسط نفسه يقول له يومك كان صعب، في عندك ضغوطات كثيرة، لو شربت قليل من الخمر يعني ترتاح. وكل هذه إخواني إخواتي وكأنه في هنا يعني راديو يسمعك أمور في عقلك بصوت طاب صوت النفس. التعري، يأتي للرجل والمرأة مثلا يقول لها إذا يعني الله أعطاك يعني جمال، فيعني بعض التعري تأخذ منه أموال، الدنيا صعبة يعني تستمتع بحياتك، يعني ماذا يضر التعري شيء. أيضا هذا على مستوى العالم كله، هذا طبعا من أحداث آخر الزمان. وأيضا القول على الله بما لا يعلم الإنسان، الشرك بالله، معظم أهل الأرض قد أشركوا بالله عز وجل. أعطيكم مثال، يأتي للإنسان بصوت صوت النفس يقول له انظر كيف ولد عيسى عليه السلام، انظر كذا انظر كذا انظر كذا، هذا الشيء أكثر من بشر، يقنعه ويقول له سيأخذ ذنوبك، يعطيه يعني باكيج، يعطيه شيء جاهز. يعرف الشيطان، يعرف ضعف نفسية الإنسان، الإنسان لا يحب أن يحاسب، فعندما يقنعه بأن هذا يعني مثلا عيسى عليه السلام سيأخذ ذنوبك، الإنسان يفرح بهذه الفكرة. نظرية التطور مثلا، الآن الإيفولوشن ثيوري تدرس وكأنها قانون، كيف الشيطان هو أساس هذا الموضوع. مثلا الإنسان عندما يلاحظ شيء، مثلا داروين عندما لاحظ بأن هناك طيور لها المنقارها طويل، الآن التفكير السليم في هذا بأن الله هو أرحم الراحمين، الله عندما خلق هذا الطائر يعرف بأن طعامه سيكون في داخل الشجرة فأعطاه المنقار الطويل ليصل هذا الطعام. الشيطان كيف يقول للإنسان بصوت مطابق صوت النفس، يقول له لا، الموضوع كالآتي، لأن هذه الطيور حاولت أن تدخل للطعام، ماتت أجيال وأتت أجيال قبل ما طورت هذا المنقار لتدخل للطعام. الفرق في هذه النظرة بأنه بما أن المخلوق يطور يعني نفسه، فما هو الداعي لخالق أو مدبر أو مصمم لهذا الكون؟ لاحظ إخواني إخواتي، طبعا الإيفولوشن الآن تدرس وكأنها حقيقة، هذا من استفحال تأثير الشيطان على الإنسان. ويعني أمور كثيرة جدا في هذا الموضوع، السوء والفحشاء والقول على الله بما لا يعلم الإنسان، استفحال تأثير الشيطان على الإنسان. فإذا نكمل إن شاء الله في سورة الكهف. فالله عز وجل يقول بعدما ينبهنا لموضوع الشيطان واستفحاله، يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة. إذن هنا الله عز وجل يخبرنا أنه من أهداف الشيطان الرئيسي في آخر الزمان هو جعل البشر مشركين بالله عز وجل. وطبعا كما قلت معظم من أهل الأرض قد أشركوا بالله عز وجل، ولكن السؤال لماذا الشيطان يريدك أن تشرك بالله عز وجل؟ كما قلت في الحلقة السابقة أن الشرك بالله لن ينظر الله شيئا، فلماذا الشيطان يحاول كل جهد تكون مشرك بالله؟ سببين، أول سبب بأنه يعني عقوبة الشرك بالله جهنم، إذن الشيطان يريدك أن تكون في أكثر ألم ممكن، فيريدك في يعني نار جهنم إلى أبد الآبدين. وشيء آخر، الشرك عندما الإنسان يشرك بالله عز وجل مبدأ العقاب في والثواب في الآخرة يذهب. أعطيكم مثال على النصارى، عندما يؤمن الإنسان النصراني بأن عيسى الإنسان قد أخذ ذنوبه، فعليا لا يوجد ذاك رادع لعدم فعل الذنوب. هل هو مثلا عندما يعمل مثلا جريمة القتل أو كذا، طبعا يدرك أنه لا يجب أن يعملها، ولكن فعليا في داخله بما أنه عيسى الإنسان سيأخذ هذه الجريمة، مبدأ العقاب والثواب يعني غير وارد بشكل واضح مثل الدين الإسلامي بأنه الإنسان القاتل العمد يدخل جهنم بغير وجه حق، يدخل جهنم. فإذا الإنسان عندما يعرف ذلك يكون عنده رادع من هذه فعل هذه الجريمة. فإذا إخواني إخواتي، كيف النجاة من هذا؟ بأنه الله عز وجل يكشف لك هذا الموضوع وتأثير الشيطان عليك في آخر الزمان. إذا النجاة بأنك تدرك هذا الحقيقة، تدرك بأن هذا الصوت المطاب صوت النفس الذي يقول لك أفكار فيها سوء وفحشاء وإساءة لله عز وجل ليست من نفسك ولكن من قرينك، والآن عرفت أهدافه
لا توافق هذه الأفكار، تجاهلها، لا تفكر فيها، لا توافق لا فعلا ولا لا قولا ولا فعلا، بذلك تنجو. يعني مجاهد هذا الشيطان، تجاهل هذه الأفكار، لأن عرفت مصدرها. الأساس هو معرفة مصدرها. أما طول ما أنت تفكر أن عقلك هو يعني أنت فقط هنا، سيخدعك مرارا وتكرارا. نكمل إن شاء الله الآن في سورة الكهف الآيات 54-59. الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هنا الله عجل يلفت نظرنا إلى القرآن الكريم وأهميته. الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله عز وجل يعلمك كل ما تريد في هذا القرآن. وأعطيكم أمثلة الآن، وما علاقة هذا بأحداث آخر الزمان؟ مرة أخرى، هذا موضوع الحلقة، الفتن والشيطان في آخر الزمان. مثلا الله عز وجل يعطيك ثروات كما بين أكوان الشاشة. نقول مثلا في منطقة الخليج العربي مثال، الله عجل يعني أعطى الذين يعيشون في هذه المنطقة النفط ثروة كبيرة جدا. فالله عجل يعلمك في القرآن الكريم بأنه كيفية التعامل مع هذه النعمة، كما قلنا مثال الرجل في أنعم عليه الله، ومثال أنه كيفية تحول النعمة إلى الذي يبقى منها هو الباقيات الصالحات. أعطاك كيفية تصرف مع هذه النعم في القرآن الكريم. فالله عز وجل يعني من سمات الناس في آخر الزمان البعد عن القرآن الكريم. فعندما تبعد عن القرآن الكريم لا تعرف تصرف مع هذه النعم. فمثلا البشر الذين يعيشون في منطقة الخليج العربي، السمة الغالبة لهم الآن أضاع الثروات عن طريق مثلا منشآت غير ضرورية. فالله يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما هي سنة الأولين؟ هناك بشر كانوا في منطقة الخليج العربي، مثلا قوم ثمود، تلاحظوا في الصورة في أسفل الشاشة، أساءوا استخدام الثروة، بنوا أمور غير ضرورية. لاحظ سبحان الله العظيم التشابه، بنوا قصور في الجبال غير ضرورية، الله عجل أبادهم وكانت نهايتهم سيئة جدا. فالله عز وجل يذكر لك هذه الأمثلة في القرآن الكريم لتتعلم منها ولا تعيد الخطأ مرة أخرى. مثال آخر، قوم لوط وفعل الفاحشة، بأن الله عز وجل أنهاهم. فالآن الناس يعني تلاحظوا في بعد كبير عن القرآن الكريم، يعمل الفاحشة، يعمل الأمور التي حرمها الله عز وجل، تظهر فيهم الأوجاع وكذا، ولكن لبعد عن القرآن الكريم فإنهم لا يروا الحقيقة وكيفية النجاة من هذه الأمور. يلفت نظرنا إلى أهمية القرآن الكريم في كل الأزمنة، ولا سيما في آخر الزمان عندما زادت الفتن وزادت صعوبة الحياة على البشر، طبعا من أفعالهم ومن استفحال تأثير الشيطان عليهم. والبعد عن القرآن الكريم هذا هو الإشي الأساسي الذي يعني يورث الإنسان الألم في هذه الحياة وفي الآخرة. إذن إخواني إخواتي، نلاحظ من هذه الحلقة إن شاء الله توافق ما يعظنا به الله عز وجل في القرآن الكريم مع أحداث آخر الزمان، زمن الذي يعيش فيه. ومهم جدا كيفية النجاة إن شاء الله، بينت بالذي عاني عليه الله عز وجل كيفية النجاة من هذه الفتن. الآن إن شاء الله في الحلقة القادمة ستكون الحلقة الأخيرة، وسننهي إن شاء الله التفكر في سورة الكهف بالقدر الذي هداني له الله عز وجل. وإذا في المستقبل الله هداني لأمور أخرى سأعمل محاضرات فيها إن شاء الله. فتكون الحلقة الثالثة والأخيرة كما تدعوك على الشاشة بعنوان الدجال والمهدي. وإن شاء الله قريبا سأقوم بتصوير هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع والمواضيع التي ذكرتها في هذه الحلقة، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني زيادة قرآن@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.